بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من مادة أحكام الملكية والأموال، والتي نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن أسباب كسب الملكية. أسباب كسب الملكية المقصود بها أو يقصد بها هي تلك الوقائع أو تلك الأسباب القانونية التي كانت سبباً في كسب الملكية، أو هي تلك الوقائع التي تؤدي إلى كسب الملكية. هذه الوقائع أو هذه الأسباب إما أن تؤدي إلى اكتساب الملكية ابتداءً، بمعنى أن الشخص الذي يكتسب ملكية الشيء يكتسبه على سبيل الابتداء، بمعنى أنه لا يكون هناك شخص قد اكتسب ملكية هذا الشيء من قبله، وده بيكون عن طريق وسيلة اللي هي عن طريق الاستيلاء. وهذه الوقائع أو أسباب كسب الملكية قد تكون عن طريق انتقال الملكية من شخص إلى شخص آخر، وده زي الحيازة أو الالتصاق أو الميراث أو العقد أو الشفعة. طبعا دي كلها أسباب من أسباب كسب الملكية، هنتناول كل سبب من هذه الأسباب بشيء من التفصيل. أول سبب عندنا من أسباب كسب الملكية ابتداء، يعني على سبيل الابتداء، يعني الشخص بيكتسب الملكية بهذه الوسيلة على سبيل الابتداء. بمعنى آخر إن الشخص اللي بيكتسب ملكية الشيء عن طريق الاستيلاء لا يكون قد سبقه في وضع أو في اكتساب ملكيته لهذا الشيء أحد، بمعنى إن هو بيكون أول شخص بيكتسب ملكية هذا الشيء. طيب إيه هي الوسيلة اللي بتكون سبب في إن الشخص يكتسب الملكية بطريق الابتداء، أو إن هو بيكون هو الشخص الوحيد اللي امتلك هذا الشيء؟ الطريقة دي أو السبب ده بيسمى بالاستيلاء، وطبعاً الاستيلاء هو سبب من أسباب كسب الملكية. والمقصود بالاستيلاء هو عبارة عن قيام الشخص بوضع يده على شيء مباح، إن في شخص يقوم بوضع يده على شيء مباح. هذا الشيء المباح يكون غير مملوك لأحد، غير مملوك لأحد. طبعا الشخص لما هيضع يده على هذا الشيء هيضعها بنية التملك، بنية التملك. يبقى شرط أساسي عشان الشخص أو لكي يكتسب الشخص الملكية عن طريق الاستيلاء لابد أن يضع يده على مال أو على شيء مباح ليس مملوكا لأحد، ويكون قاصدا بهذا الوضع نية التملك، نية التملك. والاستيلاء بيعتبر هو السبب الوحيد من أسباب كسب الملكية اللي بتؤدي إلى اكتساب الملكية عن طريق الابتداء. ليه؟ لأن الشيء اللي هو بيكون محل الاستيلاء أو اللي هيتم اكتساب ملكيته بالاستيلاء بيكون غير مملوك لأي شخص من قبل، يعني هذا الشيء بيكون ليس مملوكا لشخص، لأي شخص من قبل، وبالتالي لا يجوز الاستيلاء إلا في حق الملكية. يعني لا يمكن أن نتصور أن يتم اكتساب حق الانتفاع أو حق الارتفاق عن طريق الاستيلاء، عن طريق الاستيلاء. يبقى حق الملكية هو الحق الوحيد الذي يتم اكتسابه عن طريق الاستيلاء. زي إيه كسب الملكية عن طريق الاستيلاء؟ زي مثلا شخص يمر في الصحراء ويجد شيئا ما، سواء كان معدنا، معدن كالذهب أو الفضة أو أي معدن له قيمة مالية، فالمعدن ده في الحالة دي بيكون غير مملوك لأحد، ولما الشخص يضع يده عليه ويكون قاصدا بهذا الوضع اكتساب ملكيته، ففي هذه الحالة بيصير هذا الشيء ملكا له عن طريق الاستيلاء، ملكا له عن طريق الاستيلاء. لكن حتى يكتسب الشخص ملكيته للأشياء عن طريق الاستيلاء فلا بد من توافر ركنين
أو لابد من توافر شرطين. الشرط الأول هو الركن المادي، أو الركن الأول هو الركن المادي، والمقصود بالركن المادي هو إن الشخص يقوم بوضع يده على الشيء اللي بيكون غير مملوك لأحد من أجل امتلاكه أو من أجل الاستئثار به، من أجل الاستئثار به. ده أول شرط أو أول ركن. الشرط الثاني أو الركن الثاني وهو الركن المعنوي، وهو إن الشخص لما يضع يده على محل الاستيلاء لابد أن يكون قاصداً بهذا الوضع اكتساب ملكية الشيء لنفسه، اكتساب ملكية الشيء لنفسه. طيب على سبيل المثال، لو في شخص بيعمل لدى شركة في البحث أو في التنقيب عن المعادن، فالشخص ده وهو بيعمل وجد معدناً ذو قيمة مالية كبيرة، ففي هذه الحالة لن يكتسب هذا الشخص ملكية هذا المعدن، وإنما الذي يكتسب ملكية هذا المعدن هو الشركة التي يعمل بها هذا الشخص، لأنه هو مجرد موظف داخل الشركة. يبقى إذن نية التملك لن تذهب أو لم تكن للشخص، وإنما كانت للشركة. يبقى حتى يتم تملك الأشياء عن طريق الاستيلاء، فلا بد من وضع اليد على محل الاستيلاء، وأن يكون بنية التملك، وأن يكون بنية التملك. ده أول سبب من أسباب كسب الملكية. السبب الثاني من أسباب كسب الملكية وهو الالتصاق، وهو الالتصاق. الالتصاق ده عبارة عن إن في شيئين، في شيئين بيكونوا مملوكين، مملوكين لشخصين مختلفين، وبيكونوا منفصلين عن بعضهم انفصال تام. في شيئين، شيئين مملوكين لشخصين مختلفين، وهذين الشيئين منفصلين، فيحدث بينهما اندماج، فيحدث بينهما اندماج، وهذا الاندماج يؤدي إلى عدم إمكانية فصل أحدهما عن الآخر بدون تلف. ففي هذه الحالة بيترتب على هذا الاندماج، على هذا الاندماج أن يصير هذا هذين الشيئين شيئا واحدا، أن يصير هذين الشيئين شيئا واحدا. وفي الحالة دي شخص واحد هو اللي هيكتسب ملكية هذين الشيئين. زي إيه اكتساب الملكية عن طريق الالتصاق؟ زي الأراضي الزراعية اللي بتتكون عن طريق طمي البحر، أو زي الشخص اللي بيستعمل مواد البناء، مواد بناء يملكها غيره في إقامة بناء بها على أرض. ففي الحالة دي الشخص أقام عقار مستعملا في ذلك مواد بيملكها شخص آخر. ففي الحالة دي الشيئين، المواد كانت شيء مستقل بذاته والأرض كانت شيء مستقل بذاتها، لا يمكن بعد البناء، لا يمكن أن يتم فصل أحدهما عن الآخر إلا بتلف يحدث فيهما كليا أو جزئيا. ففي الحالة دي في شخص واحد هو اللي هيكتسب ملكية هذين الشيئين، إما مالك العقار، إما مالك الأرض عن طريق تعويض مالك المواد بالمقابل الذي يناسب ذلك، وإما أن يكتسب مالك المواد العقار عن طريق قيامه بتعويض صاحب الأرض بما يقابل قيمة الأرض. يبقى هذا هو الاندماج. وحتى يحدث الالتصاق أو الاندماج أثره الناقل للملكية لابد من توافر شروط معينة. أول شرط من هذه الشروط، لابد أن يكون الاندماج بشكل يتعذر معه الفصل بين الشيئين دون تلف يلحق بأحدهما أو بكليهما. يعني إيه؟ يعني حتى يكون الالتصاق سبب في كسب الملكية لابد من الاندماج ده يحدث بشكل لا يمكن معه أن نفصل الشيئين عن بعضهما إلا بطريقة تؤدي إلى إتلاف أحدهما أو جزءا منهما، أو تؤدي إلى إتلاف كليهما. ده أول سبب. تاني سبب، وهو يجب أن يكون الشيئين متميزين أحدهما عن الآخر. يبقى لابد أن يكون الشيئين منفصلين ومتميزين بحيث يمكن تحديد كل واحد منهما على حدة.
الشرط الثالث وهو يجب أن يكون الشيئين مملوكين لمالكين مختلفين، فلا بد أن الشيئين اللي هيتم الاندماج بينهم أو هيتم الالتصاق بينهم لابد أن هم يكونوا مملوكين لشخصين مختلفين، لشخصين مختلفين. فلو على سبيل المثال شخص أقام منزل على أرض يملكها بمواد ملكا له، ففي هذه الحالة لن يمتلك هذا العقار بسبب الالتصاق، وإنما سوف يكتسب هذه الملكية بصفته مالكا للعقار للأرض وبصفته مالكا للمواد التي تم استعمالها في إقامة هذا العقار. الشرط الرابع وهو يجب أن لا يكون هناك اتفاق بين كلا الشخصين، لابد أن لا يكون هناك اتفاق بين المالكين على الاندماج. طيب لو في اتفاق سابق بين مالك كل شيء بين المالكين على أن يتم استعمال هذين الشيئين في إنتاج شيئا واحد، ففي الحالة دي لن يكون ذلك سببا للاندماج أو لن يكون سببا لاكتساب الملكية عن طريق الالتصاق. فلو في شخص مثلا بيستعمل أو بيأخذ من شخص مادة خام وبيضيف لها بعض العناصر أو بعض المواد عن طريقه، ففي الحالة دي صاحب المادة الخام لن يكتسب ما يتم إنتاجه من هذه المادة عن طريق الالتصاق، وإنما يتم اكتسابه عن طريق عقد المقاولة، وده بسبب إن في اتفاق سابق بين المالكين على هذا الإنتاج. بعد ذلك السبب الثالث من أسباب كسب الملكية وهو الحيازة، والحيازة بتعتبر سبب من أسباب كسب الملكية. المقصود بالحيازة بالمعنى العام هو أن يحوز شخص شيئا ما، هو أن يحوز شخص شيئا ما، أو هو عبارة عن وضع أو قيام شخص بوضع مادي أو قيام شخص بسيطرة فعلية على حق ما، سواء كان الشخص ده هو صاحب الحق أو لم يكن صاحب الحق اللي هيقوم بالسيطرة عليه. يبقى الحيازة عبارة عن إن في شخص هيقوم بوضع سيطرة فعلية على حق ما، سواء كان الحق ده ملك ليه هو بحسب الأصل أو لم يكن ملكا له، وبيترتب على السيطرة الفعلية أو على الحيازة الفعلية على هذا الحق أن الحيازة تكون سواء كان الشخص الذي يسيطر على هذا الحق بيملك هذا الشيء حقيقة أو لا يملكه، وإنما قام بوضع يده على هذا الشيء بنية تملكه. يبقى الحيازة عبارة عن إن شخص بيقوم بوضع يده على شيء سواء كان هذا الشيء ملكا له أو لم يكن ملكا له ابتداء. وحتى تحدث هذه السيطرة أو حتى تكون هذه الحيازة صحيحة وتنتج آثارها، فلا بد أن تكون مستمرة وظاهرة وهادئة وواضحة، وأن تكون خالية من أي عيب من عيوب الإرادة. يبقى لا بد أن تكون مستمرة، فلا يمكن اكتساب من ملكية الشيء من حيازة المنقطعة، ولا بد أن تكون علانية، فلا يمكن أن يتم اكتساب الملكية عن طريق الحيازة بطريقة الخفاء، ولا بد أن تكون هادئة بمعنى أن لا يكون فيها إكراه، فلو قام شخص بإكراه أو بوضع يده على شيء ملكا لغيره عن طريق الإكراه، في الحالة دي بيعد غاصب وليس مكتسبا للملكية. أيضا لابد أن يكون وضع اليد واضحا ليس فيه غموض ولا لبس، ده يعتبر السبب الثالث من أسباب كسب الملكية. السبب الرابع من أسباب كسب الملكية ويعتبر من أشهر الأسباب وهو العقد، والعقد هو عبارة عن اتفاق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يعني العقد ده عبارة عن اتفاق إرادتين لشخصين أو لأكثر من شخصين
على أن يحدثوا أثر قانوني معين أيا كان هذا الأثر، أيا كان هذا الأثر. العقد بيعتبر من أبرز أسباب كسب الملكية في الحياة العملية، سواء كان محل العقد منقول أو عقار. وطبعا لا يوجد أي خلاف على انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات بمجرد انعقاد العقد. يعني الملكية بتنتقل في المنقول المعين بالذات بمجرد ما أن يتم انعقاد العقد، أما بالنسبة للمنقول المعين بالنوع فلا تنتقل الملكية فيه إلا عن طريق الإفراز. أما بالنسبة للعقار فالملكية لا تنتقل فيه إلا بالتسجيل لدى الجهة المختصة وفقا لما تحدده النصوص القانونية لكل دولة على حدة. يبقى العقد بيعتبر أيضا سبب من أسباب كسب الملكية، زي مثلا البيع والشراء، وهو يعتبر أبرز أسباب كسب الملكية في الحياة العملية في الوقت الحالي. أيضا من أسباب كسب الملكية الميراث. الميراث هو عبارة عن أيلولة حق معين بسبب وفاة صاحب الحق إلى شخص آخر بقوة القانون. يبقى عبارة عن انتقال الحق من شخص إلى آخر بعد وفاة الشخص الأول أو بعد وفاة مالكه بقوة القانون، ودون اعتداء بإرادة المورث. يبقى إرادة المورث ليس لها أي دخل في اكتساب الملكية بالميراث. وطبعا الميراث بيعد سببا من أسباب كسب الملكية، وأيضا بيعد سببا من أسباب اكتساب بعض الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، زي حق الانتفاع وحق الارتثاء. ده السبب الخامس وهو الميراث. السبب السادس من أسباب كسب الملكية وهو الوصية. الوصية بتعتبر سبب من أسباب كسب الملكية، والوصية عبارة أو هي عبارة عن تصرف قانوني في التركة مضافا إلى ما بعد الموت. يبقى الوصية عبارة عن قيام شخص بيقوم بإحداث تصرف قانوني، لكن هذا التصرف لا ينتج أثره إلا بعد موته. والوصية دي من الأمور القانونية التي تصدر من جانب واحد و تتم بإرادة واحدة، هي إرادة الموصي، وهي أيضا تعتبر سببا من أسباب كسب الملكية. أيضا من أسباب كسب الملكية الشفعة. الشفعة دي هي السبب السابع من أسباب كسب الملكية، والشفعة هي عبارة عن رخصة بتجعل الشفيع يحل محل المشتري في ملكيته للشيء المبيع بنفس الشروط وبنفس المواصفات التي تم عقد البيع بناء عليها. يبقى الشفعة دي عبارة عن رخصة بتجيز لشخص بيسمى الشفيع في إن هو يمتلك عقار أو يحل محل مشتري في ملكيته للعقار بنفس الشروط وبنفس الأمور التي نص عليها القانون. أو نقدر نعرفها بأن هي عبارة عن حق بيعطي لصاحبه أن تملك عقار مبيع، وده بيكون بصورة جبرية عن المشتري بما قدمه المشتري أو بما دفعه المشتري من ثمن، وأيضا بيقوم بدفع النفقات التي تم دفعها أو النفقات المعتادة بالشروط التي يحددها القانون. يبقى الشفعة دي سبب من أسباب كسب الملكية، والشفعة دي بتفترض أن هناك شخص، ثلاث أشخاص أو أكثر، أحدهما مالكا لشيء، والثاني مشتري، والثالث شريكا أو جارا للعقار فيقوم مالك الشيء ببيع العقار للشخص المشتري بدون ما يعلم الجار أو الشريك. ففي هذه الحالة بيقوم الشريك بالمطالبة باكتساب ملكية الشيء المبيع اللي هو العقار بصفته شفيعاً، بصفته أولى باكتساب الملكية أو أولى بالشراء من هذا المشتري الجديد.
أو لا بالشراء من هذا المشتري الجديد. وحتى يتم الأخذ بالشفعة فلا بد من توافر شروط معينة. أول هذه الشروط لا بد من توافر صفة الشفيع في الشخص الذي يطالب بالشفعة. يبقى لا يمكن أن يطالب بالشفعة إلا من كان تتوافر فيه صفة الشفيع، بمعنى أن يكون شريكا أو يكون جارا للعقار الذي يتم بيعه. أيضا لا بد أن يكون المشفوع فيه اللي هو الشيء المبيع لا بد أن يكون عقار، أما سائر المنقولات فلا تجري فيها الشفعة. أيضا أن يكون التصرف القانوني بيعا أو ما في حكم البيع. يبقى حتى يمكن للشخص أن يطالب بالشفعة في العقار الذي تم بيعه أو في العقار، لابد أن يكون تم التصرف في هذا العقار عن طريق البيع أو عن طريق أي معاوضة مالية أو عن طريق أي معاوضة مالية. طيب لو كان الشخص قام بإعطاء العقار لأحد الأشخاص بدون مقابل أو قام بهبته لشخص ما، ففي هذه الحالة لا تقوم الشفعة. ليه؟ لأن الهبة ده تصرف بدون عوض. في بعض أنواع البيوع لا يمكن أن تنطبق عليها أحكام الشفعة، زي البيوع التي تتم بالمزاد العلني. البيوع اللي بتكون عن طريق المزاد العلني دي، إذا تم البيع عن طريق المزاد العلني ففي الحالة دي لا يمكن للشفيع أن يطالب بالشفعة. ليه؟ لأنه كان بإمكانه أن هو يتقدم في المزاد ويقوم بشراء العقار عن طريق المزاد العلني. أيضا لا، البيوع التي تتم بين الفروع والأصول، بين الأب والابن أو بين الزوجة وزوجها أو بين الأقارب أو الأصهار لدرجات معينة تحددها قانون كل دولة على حدة، هذه البيوع لا يمكن أن يتصور أن تكون فيها شفعة. ليه؟ لأن هذه البيوع حدثت بين أشخاص تربطهم صلة قرابة أو صلة مصاهرة، فلذلك لا يكون فيها شفعة. أيضا لابد أن لا يصدر من الشفيع ما يدل على عدم رغبته في الشراء. يبقى لو صاحب العقار عرض على الشفيع إن هو يشتري العقار والشفيع رفض، ففي الحالة ديت لا يمكن للشفيع إن هو يدلي برغبته في الشراء بعد إيه؟ بعد انعقاد العقد. يبقى ما دام صدر من الشفيع ما يدل على عدم رغبته في الشراء لا يمكن له أن يطالب بالشفعة. طيب إيه هي آثار الشفعة؟ بيترتب على آثار الشفعة أو الأثر الواضح والأثر المباشر للشفعة، هو أن يحل الشفيع محل البائع في جميع حقوقه وجميع التزاماته. يبقى بمجرد ما أن يقوم الشفيع بإعلان رغبته عن الأخذ بالشفعة، ففي هذه الحالة بتنتج الشفعة أو بتنتج الشفعة أثرها، وهي حلول الشفيع محل البائع عن طريق اكتساب ملكيته للشيء المبيع اللي هو العقار المبيع في مقابل التزام الشفيع بدفع ثمن هذا العقار. وحدوث أو حلول الشفيع محل البائع قد يكون اختياريا، يعني قد يكون عن طريق التراضي ما بين البائع، ما بين المشتري والشفيع، وقد يكون عن طريق اللجوء للقضاء. فلو حدث اختياريا أي بالتوافق والتراضي بين المشتري والشفيع، فيقوم المشتري بوضع يده على الشيء المبيع ويقوم بدفع ثمن هذا العقار إلى المشتري، وإما أن يتم عن طريق القضاء، ويكون ذلك عن طريق قيام الشفيع برفع دعوى قضائية ويصدر فيها حكم نهائي ويحل الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. بعد ذلك ننتقل إلى سقوط الشفعة. يبقى الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية قد يسقط. طب ما هي أسباب سقوط هذا الحق؟ طبعا الشفعة بيتضح لنا أنها تقوم على اعتبارات شخصية. الاعتبارات الشخصية دي بتتمحور أو بترمي إلى تجنب الأضرار التي قد تحدث
عن المشتري الجديد أو عن الشريك الجديد، وهذه الاعتبارات بتكون مطروقة لتقدير الشفيع، فله أن يأخذ بالشفعة وله أن لا يأخذ بها. وبالتالي إذا كانت لا تؤثر أو إذا كانت ليست محل تقدير لدى الشفيع، ففي هذه الحالة تسقط الشفعة. تسقط الشفعة أيضا بتسقط الشفعة إذا لم يعلن الشفيع عن رغبته في الأخذ بها خلال مدة زمنية معينة من تاريخ الإعلان عن البيع، من تاريخ الإعلان عن البيع. أيضا بتسقط الشفعة إذا لم يقم الشفيع بإيداع ثمن البيع المشفوع فيه اللي هو العقار لدى خزانة المحكمة عندما يكون حلول الشفيع محل المشتري عن طريق القضاء، أو عندما لا يقم بدفع الأموال إلى المشتري ما دام أن الحلول كان اختياريا. أيضا بتسقط الشفعة عندما يتنازل الشفيع عن حقه في الأخذ بها بعد ثبوت هذا الحق له. أيضا بتسقط الشفعة إذا توفي الشفيع قبل أن يستعمل هذا الحق. ليه؟ لأن حق الشفعة ده من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل بالميراث إلى الورثة، وإنما تنتهي بموت الشخص. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم اللي بينا فيها أسباب كسب الملكية. نشكر لكم حسن الاستماع، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.